علمونا يا ولد عمي إنه كل سلف ودين، والطوفان لو إجا بيغرق الزين والشين، إلا من رحم ربي وبإذن رب العالمين. لتمنع كرامة ميت كرامتك راحت فين؟ مش دكتورة ولا ممرضة، دي شهيدة الدارين، دي اللي سابت عيالها وولادها لأبد الآبدين، دي اللي ضحت عشاني وعشانك وإحنا قاعدين متحصنين. عاوز ماما؟ مفيش ماما ولا حضن وبوس على الخدين. انت خايف؟ قولي خايف وحقولك على كلمتين، لا حي ينجل ولا ميت ينجل، وده كلام سيد المرسلين. لا عدوى ولا طيرة ولا سفر، دماغك راحت فين؟ بس انا عارف وانت عارف، ده وقت العلم مش الدين. وعشان تآمن ولا تخاون، هجيبلك بدل الدليل اتنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن شاء الله معكم دكتور سامح، هتكلم عن كيفية دفن المتوفى من الكورونا. نحسبهم إن شاء الله من الشهداء فهم مطمئنون، وندعو الله لهم بالمغفرة. وحيكون المرجعية توصيات منظمة الصحة العالمية، حطيت الرابط كامل. التوصيات ديت منشورة بتاريخ 24 مارس 2020، وكمان وزارة الصحة، ودي هتكون المرجعية الأساسية لنا. النقاط الأساسية اللي ذكرتها منظمة الصحة العالمية: أولا، أن الكورونا عدوى تنفسية ويؤثر على الجهاز التنفسي. ثانيا، أن الجثة لا تنقل المرض، وذلك بتوصيات منظمة الصحة العالمية. ثالثا، لم يتم تسجيل أي حالة أصيبت بالكورونا من مخالطة جسم المتوفى. التسرع في دفن المتوفى غير مرغوب فيه. كرامة الميت وديانته وعاداته يجب أن تحترم وتراعى في جميع الأوقات. طيب، هتكلم عن توصيات وزارة الصحة قالت إيه. أولا، لو إحنا في العناية المركزة والحالة دي توفت معانا وفي أنبوبة حنجرية أو قسطرة مركزية أو قسطرة بول، يجب التخلص من كل البلاستيك ديت في كيس محكم يغلق جيدا عشان نحمي كل العمال اللي موجودين معانا والتمريض اللي موجودين معانا. ويتم اكمال التعامل مع حاله الوفاه بنفس اجراءات العزل، كان دي حاله لسه موجوده عندك وانت بتتعامل معاها بكل الاحتياطات، وتلتزم بخلع الواقيات بطريقه صحيحه والاهتمام بغسل الايدي بعد خلع الواقيات الشخصيه. يتم مراعاة ارتداء الواقيات، ماسك تنفسي عالي الكفاءة، قفاز لاتكس يغطي العباءة عند الرسغ، العباءة الطويلة التي تغطي الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، النظارة الواقية أو واقي الوجه، غطاء الرأس، والحذاء البلاستيكي طويل الرقبة. عند نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى يتم رفع الجثة بالملاءة المحيطة بها وتنقل على ترولي قابل للتنظيف والتطهير. طيب، إجراءات الغسل ذات نفسه. اللي هيقوم بعملية التغسيل يلبس نفس اللبس الوقائي اللي الدكتور أو الممرضة بتلبسه، من ماسك تنفسي عالي الكفاءة زي ما ذكرنا هنا تماما، وقفاز لاتكس وهكذا. طيب، يجب منع دخول أفراد لا حاجة لهم عند الغسل، ما يبقاش في المكان التغسيل 13-14 واحد واقف، 2 أو 3 فقط يساعدوا في عملية التغسيل والتقليب والتكفين، ويكون دايما على مسافة متر من المتوفى، ويرتدوا كذلك الواقيات الشخصية المناسبة. يجب تغطية أجزاء الجسم التي تخرج إفرازات ضمادة غير منفرة. تمت عملية الغسل والتكفين، وهننقل المتوفى إلى المقابر. يتم النقل بسيارة إسعاف داخل كيس غير منفذ للسوائل. شرط الكيس ده لم تشترطه منظمة الصحة العالمية، ولكن هنلتزم بتوصيات وزارة الصحة عندنا في مصر. ثانيا، يوضع على الكيس علامة خطر الإصابة بالعدوى، ولو خطر ولا أي شيء، لكن نوضع عليه العلامة دي. يتم توضيح ذلك بالأوراق الرسمية. يراعى عدم وجود أشخاص بسيارة الإسعاف سوى أفراد الإسعاف وشخص واحد من أقارب المتوفى. خامسا، يراعى أن تكون الجثة داخل صندوق مغلق قابل للتنظيف والتطهير، مع مراعاة عدم فتحه إلا بالمدفن. هترك لأهل الدين التوصية
بالصلاة على المتوفى، هل في نفس المكان أو بعد الدفن أو بعد التغسيل، لكن ما فيش أي خطر نهائي من عملية التغسيل أو من عملية اللي هو الدفن بالشيء ده لو اتبعنا التعليمات ده. ويرحم الله موتانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.